مساء الخير لكم، والاجواء بابو ظبي رائعه جدا بكره السله بقاعه الاتحاد بالاتحاد ارينا. اليوم عم نتابع مباراه كثير قويه بختام الاسبوع الدوري لكره السله بين المانيا ومنتخب الولايات المتحده الامريكيه، مباراه لهلا عم تشير لتقدم المنتخب الالماني بمفاجاه نوعا ما على المنتخب الامريكي 65-54. الى جانب مدرب منتخب لبنان الكوتش جاد الحاج، لبنان لعب 3 مباريات بهالبطوله، بدنا ناخذ رايه اولا بهالاسبوع الدولي وبعدها بجهوزيه لبنان لكاس العالم. كوتش يعطيك العافيه. الله يعافيك. بالنسبة لك مفاجأة، بالنسبة لي المنتخب الألماني بعقد مستوى عالي جدا، لاعبين NBA غير قصة NBA، طريقة لعبهم بتعقد، عاملين كنترول على الجيم. كوتش خبرنا قد استفاد منتخب لبنان من هالأسبوع الدولي وهالليفل العالي من التنظيم اللي عم بيكون بأبو ظبي. بعتقد أفضل دورة عالمية تحضيرية عملت هلا مؤخرا، من ناحية التنظيم، من ناحية الملعب، من ناحية كل الديتيلز اللي انشغلت عليها التورنمنت على أعلى مستوى. لعبنا مباراتين مع مصر والمكسيك ومن ثم مع ماتش مع اريزونا، اكسبيرينس كتير كبير كلياتنا استفدنا منها، ان كان من التمارين، من الجيمات يلي لعبناها او من الجيمات يلي عم نحضرها قدامنا. بتشكرهم كتير ويعطيهم الف عافيه على التنظيم. عمر سبلمان راضي عنه، شفناه عم بيتحسن عم بيتطور مباراه بعد مباراه. صحيح. اليوم اذا نرجع من وقت ما وصل لليوم على لبنان، كل يوم عم يقطع عم يكون افضل، ومن اول ماتش لاخر ماتش لعبناه امبارح تقريبا قطع 50-60% من التأقلم وكل شيء، بقالنا بعد خمس ست أيام لأول جيم. جاهزين لكأس العالم للتوجه لإندونيسيا، أول مباراة ب 25 شهر مع لاتفيا. ليك بكل صراحة بعد كل شيء لعبناه صارت العناوين واضحة قدامنا، ما فينا ما نكون جاهزين، ما فينا ما نعطي 100%، وما فينا نبخل بنقطة عرق على أرض الملعب ما نقدمها، لأنه بنعرف كل ما نبخل بشيء رح تكون نتيجة قاسية علينا، ما عندنا خيار غير نقاتل ونعطي أفضل ما عندنا. بعد الليفل اللي عم نشوفه اليوم بين المنتخب الامريكي والمنتخب الالماني، وين بنشوف لبنان ببطوله العالم؟ قد رح يستفيد المنتخب من هالاكسبيرينس الكبيره؟ اكيد انا قلتها من قبل انه كاس العالم، وبركي بحلقه معك، كاس العالم هو انطلاق لبنان مثل ما بدك تقول نحو العالم الثاني او الباسكت بول الثاني. ظهرنا من القاره الصغيره او المنطقه الصغيره كنا عم نلعب فيها سابقا، اليوم بركي النتائج عم تكون قاسيه علينا، بركي انه صرنا فتره كثير طويله غايبين عن هيدا على هذا الملعب الدولي، فان شاء الله اليوم كل شيء عم نعمله حيكون انطلاقه للسنين اللي جايه. انا بتشكرك كوتش جاد الحاج، جود لك، عافيه على تغطيتك اليوم. شكرا لك. روح نواكب اكيد المنتخب اللبناني بكاس العالم باندونيسيا، تغطيه خاصه ان كان معنا المباريات وايضا برفقه اللاعبين والجهاز الفني من جاكرتا. هيدي كانت رسالتنا من ابو ظبي، اليوم الاخير من الاسبوع الدوري لكره السله مع مباراه المانيا امريكا 67 المانيا 55 امريكا. لهلا نحن بالكورتر الثالث، بعد في متبقى منه 5 دقائق. العودة إلى استوديوهات LBCI بأدمن.